الدولار والأزمة الاقتصادية، دول أهم ملفات قدام الرئيس السيسي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان فوزه. تعالوا بقى لما أحكي لكم عن أخطر ملفات موجودة على طاولة الرئاسة الفترة اللي جاية. يا ترى هتأثر علينا إزاي وإيه اللي هيحصل في 2024؟ العرس الانتخابي انتهى وخلاص أعلنت بشكل رسمي الهيئة الوطنية فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة هتستمر مدتها 6 سنين وده لحد 2030. لكن الحقيقة الفترة دي مش هتكون سهلة أبداً، وده لأن الرئيس بينتظر مشاكل كبيرة اقتصادية وغيرها طبعاً، بس خلينا نتكلم النهاردة عن الملف الاقتصادي. المشاكل دي لازم وبشكل عاجل تتحل، وده لأن ليها الأولوية عند سيادة الرئيس زي ملف نقص العملة والتضخم وغيرهم كتير. والحقيقة إن الرئيس ما يتخافش عليه لأنه أكتر حد متابع الملفات دي على مدار السنين اللي فاتت، والصراحة هو الجدير بحلها من جذورها. خلينا أقولك إن مصر اتأثرت بكل الأحداث اللي حصلت حواليها في العالم الفترة اللي فاتت، منهم الأزمة الروسية الأوكرانية واللي تسببت لوحدها في خروج 20 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر، وبرضو النزاعات اللي بتحصل حوالينا واللي خلت فيه ضغوط كبيرة على الجنيه، وزيادة أزمة نقص النقد الأجنبي واللي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وطبعاً ساعدت في زيادة معدلات التضخم السنين اللي فاتت وارتفاع أسعار السلع بشكل كبير. لكن الحقيقة رغم تأثير مصر بالمشاكل دي كلها، لكن قدرت إنها تستمر في مسيرة البناء والتنمية. طبعاً واحد من أهم الملفات الاقتصادية اللي مطروحة على أجندة الرئيس السيسي في الولاية الجديدة هو استكمال المشروعات القومية الكبرى زي المشروعات الصناعية والزراعية، واللي كلها بتؤكد إن مصر اتعلمت الدرس وحابة تصنع منتجاتها بإيديها وتكتفي بإنتاجها المحلي وكمان تصدر للخارج عشان توفر عملة صعبة. ودي كلها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أكد أهمية الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية عشان نقلل فاتورة الواردات الخاصة بينا ونرفع معدلات الصادرات المصرية. أما بقى أزمة النقد الأجنبي ونقص الدولار فدي بتعتبر من أولويات المشاكل العاجلة المطروحة على الرئيس السيسي خاصة، وإنها السبب لكل مشكلة اقتصادية تانية، سبب في التضخم والديون وارتفاع السلع، وكل ده مأثر بشكل سلبي على المصريين. لكن المصريين واثقين في رئيسهم اللي هيكون قادر إنه يتخلص وبشكل كامل من الأزمة دي، والأهم إنه هيقضي تماماً على السوق السوداء. وعشان كده الحكومة دلوقتي بتنسق مع إدارة صندوق النقد الدولي، وده عشان ترفع حجم التمويل اللي مصر متفقة معاه على الصندوق إنها تاخده من 3 ل 5 مليار دولار، وغير إن في فلوس تانية كمان جاية من جهات تانية زي الاتحاد الأوروبية واللي هيدعم مصر بحوالي 10 مليار دولار لوحده، وهيسهل عملية جدولة وإسقاط بعض الديون عن مصر. ده غير كمان برنامج الطروحات الحكومية واللي بيستهدف جمع حوالي 10 مليار دولار في 2024 حسب خطة الحكومة المعلنة، وكمان اتفاقية البريكس واللي هتدخلها مصر بشكل رسمي في يناير اللي جاي عشان تبدأ تستغنى عن الدولار في تعاملاتها التجارية مع الدول الأعضاء للمنظمة زي الصين والهند. عشان كده سنة 2024 هي سنة تحدي كبير للمصريين، واللي أكيد هتكون سنة مليانة بالخير، وإن شاء الله عندنا أمل في رئيسنا وحكومتنا بإننا نخلص تماماً من أزمة الدولار. أنتم بقى متوقعين إيه من الرئيس السيسي؟